الاساس الفكره اللي بنتكلم عليها النهارده مجموعه من الاهداف اللي هي اهداف الالفيه للتنميه. الفيلم ده بكل ابعاد مجتمع سيوه كل بعد ناقشوا الفيلم مرتبط بواحد من الاهداف. دلوقتي احنا مثلا بنتكلم على علماء، بنتكلم على قضايا مش بتتحل زي قضيه فلسطين وزي الحاجات اللي اثرها الفيلم، هي نفس الحاجه. يعني الناس دلوقتي اللي بتتكلم على العلماء هم هو اللي الفيلم كان بيتكلم عليه. حضرتك يعني قعدت كام يوم تصور الفيلم هناك يعني فتره معينه دي؟ لما شفت الفيلم حسيت ان هو اتعمل في 20 سنه، لان بدا بالحياه الانسان بسيطه خالص واتطور لغايه ما وصل للتطور التكنولوجي والتعليم والى اخره. احتمال الفيلم يكون خد فتره بسيطه، لكن انا حسيت ان هو بدا مع الانسان من بدايته لغايه الفتره اللي هو وقف فيها الفيلم. شفيع شلبي من 17 سنه حب يدق اجراس ومواقيس خطر يهدد مهمشين في توقيتها ومهمشين حتى هذه اللحظه. كل التواضع المطلوب ان احنا نتعلم من هذه الثقافات، لانها زي ما قلت معلوماتها ووجودها هش. الفيلم زمن نص ساعة واحنا بقينا قاعدين بنتكلم في العمارة بقينا يمكن ساعة أو زيادة شوية. قصر ثقافة الجيزة النهاردة قام بعمل ثوري جدا، لأنه الحضور كلهم شاركوا إن لم يكن بالمناقشة فبالاهتمام. من وجهة نظر مؤسسة التنمية زي البنك الدولي مهم جدا ان احنا نستعين بتلك الادوات اللي تفهمنا اكتر طبيعة المجتمعات المحلية، ومهم جدا ان النوع ده من التفاعل يسود. اظن ان كل الناس ممكن تشوف وتسمع وتحس حتى لو ممكنش تقرأ، لانه اللي بيحصل ان احنا بنبعت خبراء في اغلب الاحيان سواء مصريين او اجانب يدرسوا الموقع في يومين ثلاثه ويرجعوا يكتبوا تقرير، فبنعتمد على تقارير، انما الصوت والصوره بيدوا انعكاس حي اكتر. ابداع في تكوين الصخر شكلته عناصر الطبيعه من الشمس والهواء والماء الذي يتفجر صانعا الواحة إذا انخفض سطح الصحراء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فترى النخل باسقات تواجه تشكيلات الصخور، مع شروق الشمس يغرب القمر خلف هذه الصخرة القارة، قارة أم الصغير التي أبت أن تذوب في منخفض القطار. أعلاها عاشت قبيلة الحمودات السوية التي لم يتجاوز عدد أبنائها حتى اليوم 220 فردا، حيث أحكمت بناء قريتها وسكنت فوقها لتحميها من مخاطر الطبيعة والغير في عزلة مطلقة. يسمونها بلهجتهم السوية الجارة. سيوة تبعد على الجارة 120 كيلو، برضو دي بنروح لبركايب ومطروح فعلا تقع على بعد 240 كيلو على سكة الجراولة. عاوز اني عاوزين ياخدوها من البيت بس يقولوا كده. ايوه. تلك كانت الف بعث وانشوده العمل الجماعي، حيثما يرمون بانفسهم لانفسهم. ده نوع جديد من الافلام، يعني كويس ان احنا نعرف الافلام دي بتحكي عليها وبتقول ايه.